يعني انا اعتقد بانه مهموم، انا شخصيا مهموم، واخرين طبعا مهموم بالتوثيق، توثيق التوثيق الاحداث بطريقه منهجيه، حتى انه ما نقع في الاخطاء اللي انا ذكرتها. الكتاب بيقع في 10 فصول وملاحق توثيقية لنماذج من دولة الفساد والاستبداد، وذلك إن الكتاب بيقع في 400 صفحة من الحجم الكبير، و إتزاما طبعا صدوره كما تعلمون مع بلوغ الأزمة السودانية، يعني ذروة سلامة. والتوصيف ده ما من باب التشاؤم ولا التفاؤل، لكن من باب الواقعية، في إنه الأزمة السودانية الآن بلغت مرقى يعني يكاد يكون لم تبلغه من قبل. فبالتالي ما نشاهده أمامنا في هذه الأزمة هو صور من صور الواقعية، بعيدة عن التشاؤم ولا التفاوت، صور بعيدة يعني أقرب إلى الواقعية، التي تذكر الناس بأن هذا البلد العظيم في محنة حقيقية الآن. لكن دائما أنا يعني بنفر ولا أتفق مع الذين يقولون دائما بأنه الأزمة السودانية وضعت السودان بين أن يكون أو لا يكون. أنا أعتقد أنه ده يعني شطط في التوصيف، لأنه أصلا السودان خلق لكي يكون. وطبعا دي ما أول محنة يعني يمر بها هذا البلد العظيم في تاريخه البعيد والقريب، إنما يعني مر بظروف عديدة جدا معروفة، يعني تجاوز كلها وبقي السودان هو السودان يعني. لكن ما يحدث الآن وما يحدث الآن وما حدث سابقا من محن هي دائما ما تعمل على تأخير النمو الطبيعي للبلد في المجالات المتعددة، سواء كان في رحاب الواقع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي يعني. وهذا ما حدث بالضبط، يعني إنه الأنظمة الدكتاتورية بتعمل على تأخير عجلة التقدم. لذلك يعني إنها أوصلت كل شيء إلى منتهاه، والسبب الذي ينبغي لا نتجاهله في كل هذه المحنة التي يمر بها السودان الآن ومن قبل، منذ أن سطت هذه الجماعة على السلطة، في إنه السبب الأساسي هو ظاهرة الإسلام السياسي. فظاهرة الإسلام السياسي يعني وضعت البلد فوكس على البلد، باعتبار إنه الظاهرة هي ما ظاهرة سودانية فقط، مع صعود ظاهرة الإسلام السياسي في كثير من البلدان توجهت الأنظار للسودان، وكان ما كان في خلال ال30 سنة التي تعلمونها. لكن بتقديري أن ظاهرة الإسلام السياسي أساسا غرابتها في السودان تكمن في التضاد بين التكوين الثقافي الإثني المتعدد في السودان وبين ظاهرة التنوع الثقافي التي تدعو لأحادية الدولة الفاشستية وإقامة دولة الفساد والاستبداد يعني. فبالتالي يعني من هذه الزاوية نحن ندرك تماما الخوف الذي اعترى كل المخلصين وكل الوطنيين عندما تجلت هذه الظاهرة بوضوح شديد جدا، وأدخلت مفاهيم وأدخلت صور وأدخلت يعني أفكار غريبة جدا، قلبت كيان المجتمع السوداني. فهذا
فأنا بقول يعني بأنه يفترض أنه هذه الظاهرة يعني توضع تحت المجهر كثيرا، ولا بد أن تدرس جوانبها باستمرار حتى أنه نستطيع التخلص منها، مما يعني ألصقته بالواقع السوداني في المجالات المتعددة. في المقدمة بتاعت الكتاب أنا ذكرت إنه يعني بعد عودتي للسودان في أغسطس من السنة الماضية 2021 تشرفت بدعوة من نقابة اتحاد المحامين المكلفة بإقامة ندوة بعنوان الدولة والثورة. الحقيقة سعيدة جدا إنها كانت ندوة حاشدة وأول ندوة لي في الوطن يعني بعد غياب طويل، وكنت حقيقة في غاية السعادة لأنه شتان ما بينها تتنسم يعني رياح أو نسائم الوطن وأنت في قلبه، وبينها تتلقى أخباري وأنت بعيد عنه. فالندوة يعني بالحضور المتميز فيها لكل القوى السياسية اكتسبت بالنسبة لي اكتسبت معنى جميل. يعني عموما أنا ذكرت الحتة دي على اعتبار أنه في هذه الندوة طبعا شاركني الأستاذ قدم لها الأستاذ محمود الشيخ المحامي، وعقب عليها الأستاذ كمال الجزولي بتشريف علي قيلوب رئيس النقابة والطيب العباسي الأمين العام. في هذه الندوة أنا ذكرت ثلاثة حقائق صنعت ثورة ديسمبر بكل تجلياتها. يعني طبعا كما تعلمون بأن ثورة ديسمبر أبطالها كثيرة يعني يصعب حصرها، لكن في تقديري اتساقا مع تلك الدعوة في ذلك الوقت أنا بعتقد بأنه هنالك ثلاثة حقائق يعني راسخة صنعتها ثورة ديسمبر، وكانت تركت يعني أو ظلت تترك يعني آثار السيئة في جسد السوداني على مدى السنوات الطويلة الماضية، لكن جاءت الثورة لتضع حدا لها. هذه الثلاثة نقاط: أولا، وضعت الثورة حدا للانقلابات العسكرية التي رزئ بها السودان. كما تعلمون بأن الانقلابات في السودان ظلت يعني تتواتر بطريقة يعني مؤسفة ومؤلمة إلى أن بلغت أكثر من 20 انقلاب يعني بين الفشل والنجاح في السنوات الماضية، وما في دولة في أفريقيا بتنافس السودان سوى دولة مالي في هذا الخصوص. لكن عموما إنه يعني من محاسن الثورة إنها وضعت حد لهذه الظاهرة القميئة. المسألة الثانية في تقديري أيضا إنه الثورة العظيمة وضعت حدا لظاهرة الطائفية السياسية، أما الطائفية الاجتماعية ففي تقديري فإنه محتاج على الأقل لجيلين آخرين حتى إنه تنزوي من الحياة السودانية، ولكن في تقديري إنه يعني ثورة ديسمبر وضعت العتبة الأولى لظاهرة زوال ظاهرة الطائفية السياسية. المسألة الثالثة إنه ثورة ديسمبر وضعت أيضا غبرت الإسلام السياسي في تقديري يعني إلى الأبد. الحركة الإسلاموية التي أزيحت من السلطة بالثورة العظيمة لن يكون لها طموح
مرة أخرى نتيجة لممارسات المعروفة في السنوات الثلاثين العجاف، بيد إنه لما قامت لما الجنرال البرهان عمل الانقلاب القبي في 25 أكتوبر 2021، وجدت من يخطئني في المآلات الثلاثة، وخاصة في مسألة الانقلابات العسكرية، بأن الثورة لم تضع حد للانقلابات العسكرية، لكن جادلت بأن الثورة فعلا وضعت حد للانقلابات العسكرية، وهذا الانقلاب لن يستمر مهما تطاول الزمن. صحيح أنه هو ما أخذ المظاهر المعروفة بتاعت أنه انقلاب عسكري بالبيان رقمي واحد والموسيقى والمارشات العسكرية المعروفة وكذا، لكن يظل هو أيضا برضو فيه نفحة من نفحات الانقلابات العسكرية، لكنها يعني لكن خالف في المظاهر المألوفة، عشان كده الناس تشككوا وظلوا في جدل يعني فترة من الزمن في إنه ده انقلاب ولا ما انقلاب، لكن ما كان الجدل مفيد، لأنه في الأصل هو حتى لو كان انقلاب ففي تقدير هو انقلاب غبي، لأنه لم يراعي على الأقل مسألة الزمان. يعني لا يمكن إنه الانقلاب ده جاء في أعقاب مليونيات كانت متواترة، آخرها كان يوم تقريبا 21 أكتوبر قبل 3 يوم من الانقلاب، ومليونيات كما نعلم بأنه مليونات يعني مليونيات حقيقية يعني وليست وهم. فالذي يرى هذه الصورة لا يمكن أن يقدم على عمل غبي بهذه الطريقة، لكن هو كما ذكرت في الكتاب أقدم عليه ليس بدوافع أو ليس بإرادته، إنما كان هو مجرد طول في أيدي الغير. وبواسطة معلومات موثوقة وردت في الكتاب كان لإسرائيل دور كبير جدا في هذا الانقلاب، وذكرت العلاقة التي تربط بين البرهان وبين أحد العملاء الإسرائيليين وهو يهودي من أصل إيراني، ذكرت اسمه في الكتاب، وكان هو يعني خطة الانقلاب إلى التنفيذ، هو تربط علاقة قوية جدا بالجنرال البرهان وكذلك بالجنرال الآخر محمد حمدان دغلو. ففي تفاصيل يعني قد تكون ربما تكون مفيدة لبعض الناس المهتمين في هذا الخصوص، لكن أعتقد بأنه وما زلت يعني مؤمن إيمان كامل بأنه لإسرائيل دور كبير جدا في هذا العمل الغبي كما سميته. يعني عموما الحديث في الانقلاب ودور البرهان فيه أيضا توسعت في هذا المبنى، باعتبار أنه الانقلاب أصلا هو انقلاب الحركة الإسلامية الثاني، يعني بمعنى أنه كما تعلمون بأنه الحركة الإسلامية الانقلاب الأول هو الانقلاب بتاع 30 يونيو 89، وانقلاب البرهان هو انقلاب الحركة الإسلامية، حتى لو حصلت تعمية بالأمس واليوم ومستقبلا على هذا الحدث، لكن تظل الحركة الإسلامية لها بصمات في هذا الانقلاب، لكن التنفيذ والخطة أساسا بواسطة هذا العميل الإسرائيلي الذي ذكرته بالاسم. فبالتالي يعني الإخوان المسلمين هو الحركة الإسلاموية يعني سببت أذى جسيم جدا يعني للسودان، والناس عرفوهم بأنهم هم فئة من المنافقين والمخادعين والمحتالين والفاسقين والكذابين والدجالين والمرابين
المجرمين والمنحطين المتاجرين بغيم السماء، والعابسون بالمثل الإنسانية، والآمرون بالمنكر، والناهون عن المعروف. هذه هي الشواهد التي عرفناها عن الحركة الإسلاموية في قصة صعوده وهبوطه من دست الحكم في أبريل 2019. وطبعا مع ذلك، يعني رغم كل تجليات الأزمة السودانية، أنا أستغرب أشد الاستغراب في أنه يأتيك من يقول بأنه يجب أن نطوي هذه الصفحة اللئيمة. ويعني أنا أعتقد بأنه ده يعني استهانة بجسامة ما حدث في الحياة السودانية. يعني كونه الإسلامويين نفسهم أو الفلول يتطاولوا ويطالبوا بعدم الإقصاء، وهي أصلا الثورات دي، ما هي الثورات دي أصلا بتعمل كي تقصي المفسدين وتقصي المؤذين، يعني الحركة السياسية الطبيعية. فعموما أيضا في الفصل الأول تحدثت عن ظاهرة الدكتاتوريات، خلصنا فيها إلى ثلاثة شواهد، يعني ثلاثة شواهد إنه أزحنا النقاب عن الجنرال البرهان نفسه بمزيد من الاستقصاء وبمزيد من المعلومات، وكذلك الجنرال الآخر محمد حمدان دقلو، لأنه بعتقد بأنه هذه ظاهرة ينبغي أن تدرس، بمعنى أنه حتى إنها لا تتكرر بالصورة التي حدثت بها. وعموما يعني أوردنا بعض المعلومات التي قد تكون مفيدة يعني في هذا الأمر. لكن يظل الجنرال الآخر هو ظاهرة كونية أكثر من أنه ظاهرة سودانية، يعني الجنرال محمد حمدان دبلو. وأعتقد أنه يعني لحد كبير جدا حاولت الغوص في الـ الـ في هذه الشخصية بمعلومات متاحة أو أتيحت لي على الأقل. أنا بعتقد بأنها ممكن يعني تكشف مزيد من الغموض حول شخصيته. في فصل آخر يعني تحدثنا عن الظاهرة المرعبة التي يخشاها كل الناس، وإنه اسمها يعني يسير الهلع. لكن الظروف الحالية بعيش البلد جعلت كل شيء متاح وكل شيء ممكن وكل شيء عادي في الأذن السودانية، وهي ظاهرة الحرب الأهلية. يعني هل يمكن، حسب ما تساءلنا في العنوان، هل يمكن أن يشهد السودان اندلاع حرب أهلية؟ الحقيقة طبعا سؤال تقريري، بمعنى أنه أساسا الحروب في السودان لم تتوقف منذ أمد طويل كما تعلمون، والحروب الأهلية حتى بهذا المعنى، يعني ما حدث في جنوب السودان مثلا كان حرب أهلية بكل المقاييس، ما حدث في دارفور هو حرب أهلية. لكن طبعا يعني كثير من الناس بيلصقوا الاسم بتاع الحرب الأهلية أو المعنى بوصول الحرب الأهلية إلى المركز إلى الوسط يعني. لكن يعني كما هو معروف أو كما ذكرت، بأنه الحرب الأهلية هي حرب قائمة. لكن في هذا الفصل حاولت بقدر الإمكان وضع تصور معين بناء على كتاب صدر في الآونة الأخيرة، استفدت منه في دراسة هذه الظاهرة ومدى احتمالية حدوثها في السودان بالشواهد التي نراها أمام عيوننا
الآن أو من قبل يعني. فأنا أعتقد بأنه الحصافة بتفرض علينا توقع ما لم يكن متوقعا، وحتى إنه ما نقع في يعني في مأزق عند حدوث يعني الشيء الذي لم يكن متوقعا. فدي يعني أنا أعتقد بأنه الناس بناء على المعلومات المتاحة دي ممكن أتوسع في مزيد من الحوارات، مزيد من النقاشات، لأنه أنا بعتقد بأنه هذه الظاهرة ينبغي أن توضع في الحسبان في ضوء المعطيات الحالية المعروفة لكم جميعا. كذلك يعني في نفس الفصل سلطنا الضوء على شخصية ثالثة، يعني لعبت دور متوقع أو غير متوقع في الواقع أو في الفترة الانتقالية الأولى. وكثير من الأقلام وكثير من الأفواه يعني وضعته تحت المجهر، وفي يعني ضخ كثيف جدا لهذه الشخصية، لكن بعضها قارب الحقيقة وبعضها ابتعد كثير جدا من الحقيقة، وهو يعني شخصية الدكتور عبد الله حمدوك. فبرضو أنا أعتقد بأنه التصور اللي كتبنا به هذا المشهد للدكتور عبد الله حمدوك يمكن أن يعين في فهم ما حدث، لأنه ما حدث لا ينبغي أن يكون مسألة عامة. ما حدث يعني يفترض أنه تكون ظاهرة موضوعة باستمرار تحت المجهر، حتى أنه نتفادى مستقبلا يعني أي ذيول في هذا الموضوع، كما هو متوقع الآن، كما تعلمون في المشاورات التي تجري لاختيار رئيس وزراء واختيار مسؤولين وزراء يعني في الفترة القادمة. لكن يعني أنا أعتقد أن الدرس الذي حدث في الفترة الانتقالية الأولى يفترض أنه يضع بصماته بقوة في أن الناس ما تقع في نفس الحفرة اللي وضعت فيها. أيضا في الكتاب في فصل آخر وصلنا فيه لمزيد من جرائم الحركة الإسلامية يعني، لكن هذا التوثيق المرة دي مبني على أكبر ظاهرة في تقديري وأكبر حدث من رضوان الحركة الإسلاموية، هو حدث اعترافات دكتور الترابي في قناة الجزيرة، والاعترافات الحركة الإسلاموية في قناة العربية. ديل موضوعين غاية في الأهمية، ولا ينبغي إنه يعني يعبروا بطريقة اللامبالاة، لأنه حتى الإسلامويين بيحاولوا يتجاهلوا الحدثين ديل وما بيذكروهم، وحاوزين الناس بأي طريقة من الطرق يتناسوهم، لأنه الحدثين ديل كشفوا عورة الحركة الإسلاموية تماما يعني. وأنا أعتقد بأنه كان مفترض أنه يتعرضوا لمزيد من التمحيص ومزيد من تسليط الضوء عليهما يعني، لأنه فيهم أشياء يعني جديرة فعلا بالتأمل. والمشهد اللي بيفرضوا إنه الاعترافات دي جاءت بلسان العراف الذي صنع الحركة الإسلاموية نفسه، وهو حسن الترابي، وجاءت باعترافات سدنتها في اللغة بتاع العربية، ودي لغاية مهمة جدا يعني في تقديري. وقراءتهم ما زي مشاهدتهم، المشاهدة ما بتلصق في الذهن أحيانا، لكن القراءة بتلتصق، والقراءة بتكون موجودة كوثيقة يعني موثقة، حدث موثق يعني. فأنا استخلصت أهم ما في الحدثين دول وسلطت عليهم الضوء أكثر وأكثر، حتى إنه يكونوا مرجع لكل من يريد أن يدرس هذه الفترة بإيجابية.
هنالك فصل في الكتاب تحدث عن الحدث الذي يعني للأسف الشديد يعني كثير من الناس بيحاولوا يعني برضو بتذاكر الغربارية التي ذكرتها، إنه كثير من الناس يعني بدوا يتناسوه اللي هو هبة سبتمبر 2013. ده حدث كبير، هو ده اللي افترض كان هو بداية للانتفاضة الحقيقية يعني، أو للثورة الحقيقية اللي هي جات بعد ذاك بعديها بعد السنوات. لكن هبة سبتمبر يعني فيها حصلت على يعني معلومات جديدة، يعني حتى إن الحدث ما يعني ما يندثر ولا يغبر بالطريقة طريقة اللامبالاة والتناسي. وبالتالي يعني الوقوف أمامه بيكون يعني بيكون جميل. كذلك توقفنا في في الحدث الأكبر الذي صنع ثورة ديسمبر، وهو جبهة المهنيين. كان لابد من توثيق مهم جدا من البدايات وحتى وصول إلى نجاح الثورة. وللأسف الشديد طبعا يعني نحن أساسا ابتلينا بمسألة الانقسامات يعني، وللأسف الشديد يعني جبهة المهنيين بعد يعني نجاحها في قيادة الثورة العظيمة تعرضت لظاهرة الانقسامات والانشقاقات المعروفة والمؤسفة يعني. وطبعا دي ظاهرة سودانية بامتياز يعني الحقيقة، ومتحتاجة دراسة، لكن شخصيا يعني ما يعني ما 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 لاقي يعني بيئة مناسبة حتى إنه هذه الظاهرة تدرس بطريقة يعني أكثر جدية يعني. دخلنا دهاليز ما يسمى بالهبوط الناعم، وده استدعاني في إنه يعني أمشي بخطوات توثيقية في مراجعة كثير من لمعرفة متى بدأ هذا المصطلح في الظهور في الحياة السياسية السودانية. والحقيقة يعني في معلومات ممكن تفيد القارئ، وحتى إنه ما نتسهل يعني ما نقع في مصيدة استهلاك مصطلحات من دون معرفة الأسباب. فالهبوط الناعم كمصطلح يعني في معلومات ممكن تفيد الغراء زي ما ذكرت، ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لعبت فيه دور كبير جدا. وأساسا يعني مش انحياز اللي فيها، لكن أصلا السياسة الخارجية الأمريكية هي مبنية على إنه إطفاء الحرائق بهبوط ناعم، ليس في السودان وحده، في كل المناطق المتورطة فيها والتي تهدد مصالحها يعني بصورة أو بأخرى. وبالتالي من المنطلق ده يعني سعت عبر المبعوثين المتعددين إلى محاولة إطفاء الحرائق في القضية السودانية بهبوط ناعم كمان. واستمر هذا الموضوع إلى حتى بعد نجاح الثورة. لكن المصطلح نفسه دخوله يعني في أوساط القوى السياسية بدأ في اليوم الأول لنجاح الثورة واندثار نظام المخلوع عمر البشير. وده موضوع طويل جدا يعني، أعتقد إنه حاولنا بقدر الإمكان معالجته في الكتاب. وصولا إلى فصل مهم جدا بعنوان من الذي فض اعتصام القيادة. السؤال طبعا سؤال تقريري بالنسبة للسامع
لكن بالنسبة لمن يقرأ الكتاب سيجد هناك مؤشرات تعين في التفكير. حاولت استخلاصها بقدر الإمكان حتى إنه تكون مرشد لمتابعة هذا الحدث الذي يعد في تقديري هو الأسوأ في التاريخ السوداني، لطبيعة الصورة اللي تمت بها، يعني الصورة الفريدة اللي حصل بها، ولأنها يعني حقيقة بكل المقاييس هي يعني صورة يعني مؤلمة كمشهد عبثي، يعني قدام الواحد لما يشوف ما حدث في يوم فض الاعتصام، ما حدث يعني أشبه بسيادة قانون الغاب، يعني فئة من المجرمين الذين يرتدون أضياء نظامية مختلفة، يعني بيصطادوا في الشباب، يعني زي ما بيصطادوا زي ما الناس المغرمين باصطياد الطيور والحياة دي، يعني فالصورة مؤلمة جدا وكده. لكن المؤلم أكثر بأنها لم توفى حقها، سواء في التغصي أو في يعني الإحاطة بالظاهرة أو في المحاكمات، لأنها أوكلت للجنة ميتة أساسا لأسباب يعني كثيرة ومعروفة للناس، هي لجنة الأستاذ نبيل أديب. وأنا أعتقد بأنه يعني في، ما بحب كلمة تآمر، لكن هنالك تآمر كبير جدا في هذا الملف، هنالك تآمر كبير جدا بكل المعنى المعروف أنا بقوله، وليس افتراء، ولكن من يقرأ الكتاب يعلم أن هذا التآمر موجود في هذه القضية، وبالتالي ما يجري هنا وهناك من محاولات لتسويات أو لاختلاقات لأشياء يعني غير واقعية، أو اجترار حلول يعني بعيدة عن أرض الواقع، ده كله هو ذرّمات في العيون، ذرّمات في العيون. يظل حدث فض الاعتصام هو الحدث الأكبر، ولن تستقيم معه الحياة السودانية سياسيا واجتماعيا إذا لم يوضع له الاهتمام الكافي. هذا حدث لا ينبغي أن يعني لا ينبغي أن ينسى بالطريقة الدراماتيكية التي تحاصرنا الآن. ده حدث يعني له ما بعده، وبالتالي كل ما نشاهده الآن من محاكاة في المسألة بتاعت التسويات الجارية أو الصور الراهنة قدامنا، هي في مرتكز، في واحدة من جزئياتها، في مرتكز أساسي بتعمل على طمس الحقائق في موضوع فض الاعتصام، والذين يدورون حول هذا الموضوع يريدون بصورة أو بأخرى التحلل بالمفهوم العقدي الوضع الترابي، هذين يتحللوا من هذه القضية بأي صورة من الصور. لكن أنا أكرر بأنه لن تستقيم الحياة السودانية إذا لم يتم التغصي الشفيف في موضوع فض الاعتصام. وبعدين لما نقول فض الاعتصام، المسألة أصلا ما توقفت في يونيو في فض الاعتصام، المسألة ظلت متواصلة يعني منذ انقلاب البرهان أبي كما أسميه في 25 أكتوبر وإلى اليوم، أكثر من 120 شهيد وشهيدة يعني. فبالتالي ده كله يضاف
للكوارث التي حدثتها الحركة الإسلامية بفضل الاعتصام، وما كان حصرا على الحدثين دين، لأنه أحداث كثيرة، يعني الموت ظل متواصل باستمرار نتيجة التقاعس الأساسي في فضل الاعتصام. فالناس الذين فعلوا هذه الفعلة النقراء يعني استسهلوا الموت واستسهلوا القتل نتيجة لرؤيتهم إنه الذين يعني مناط بهم معرفة الحقيقة كانوا متساهلين إلى أبعد الحدود. فيظل الشهداء هم الجرح الدامي الموجود في جسد السوداني، وأعتقد بأنه الاهتمام بقضية الشهداء هو اهتمام أخلاقي يعني بالدرجة الأساسية والدرجة الأولى يعني، وبتوقف عليه استقامة الحياة نفسها في السودان، استقامة الحياة بالمعنى الأخلاقي، استقامة الحياة. يعني الملاحظ بأنه أبسط مظاهر الاهتمام المتجلية في يعني إقامة صروح مثلا للشهداء أو تسمية أماكن معينة بأسماء، أو يعني الاهتمام اللي بيدل على إنه هذه القضية هي قضية شعب، هي قضية شعب. لكن عموما يعني بصورة عامة ذلك ما وددت أن أطرحه عليكم في تدشين هذا الكتاب، ويسعدني طبعا أي ملاحظات فيه، مع التأكيد بأنه ما ورد في الكتاب ليس تاريخا، ليس توثيق تاريخي، إنما توثيق أنا المسؤول عنه بالدرجة الأساسية يعني كده، وليس توثيقا تاريخيا أو تاريخيا. وبالتالي يعني بسعد يعني حول أي ملاحظات حول الكتاب كما ذكرت. وده الجزء الأول من الندوة. أنا أتمنى أن أكون يعني التزمت بالوضع التوقيت المحدد يعني في الخصوص، وبالتالي ما حتحدث كثير جدا عن الجزء الثاني، لكن الجزء الثاني نفسه ما حد مش حتحدث فيه كثير، ما حفرغه مما محتواه في إنه بنفش أشياء أساسا الناس عارفينها، والحديث عن الأزمة السودانية في أبعاد الثلاثة. وأنا لما قلت الأبعاد الثلاثة أنا بقصد البعد المحلي والبعد الإقليمي والبعد الدولي، وهي طبعا مسجلة يعني حضور في الثلاثة مناظر، حضور قوي جدا معروف. فبالتالي يعني نحن نقف كثير جدا في التفاصيل، لكن فيما هو معلوم أساسا للناس. بمعنى شنو؟ بمعنى إنه من كثرة الضخ حول هذه القضية في خلال ال4 سنوات الماضية منذ يعني اندحار النظام الدكتاتوري الإسلاموي، كان هنالك ضخ يعني ضخ إعلامي كثيف جدا يعني، والناس ظلوا في حالة لهث دائم في هذا الخصوص لمتابعة ما يجري بصورة دقيقة. فدي المتابعة الحثيثة دي وضعت يعني ظلت جعلت القضية السودانية حضور في أذهان كل الناس. يعني أنا ما حتحدث عن شيء في علم الغيب، أنا حتحدث عن ظاهرة معروفة للناس، لكن لكل منا رؤيته في معالجة هذا الحدث وفي النظر إلى الأبعاد الحقيقية لهذا الحدث. وربطنا الثلاثة يعني ثلاثة محاور مع بعض، لأن أصلا القضية السودانية كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ يعني
طيب، بالعودة إلى الوراء في الحادث نفسه، عندما اندلعت ثورة ديسمبر بكل تفاصيل المعروفة للناس وبكل عظمة وبكل تجلياتها، يعني وسيطة ضرب كل الآفاق يعني في العالم، لدرجة إنه تغزل فيها كبار الساسة والمسؤولين في العالم على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة غونزاليس، وتبارى فيها منظمات زي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول الإدارة الأمريكية بمختلف ألوانها. كان هنالك غدر رهيب جدا لثورة عظيمة يعني، يعني حادت على اهتمام كل أطراف الدنيا. ما كان إطراء بس يعني، ما كان إطراء، كان إطراء يعني ما كان إطراء ملحوق بتقديم كل عون يمكن لهذه الثورة، حتى إنها تشق طريقة، وبدأ الشعب السوداني عموما كلنا يعني في الداخل والخارج بدأنا نتنفس الحرية الحقيقية. وبالتالي ده كان كله مظهر من المظاهر التي جعلت جعلت الثورة في مهب الريح، بمعنى إنه تكالبت عليها جهات محددة وخاصة جهات الفلول في محاولة إطفاء هذا البريق بأي صورة كانت. وكما تعلمون، عندما دخلت الثورة في المحك بتاع تفكيك الدولة القديمة بلجنة الإخوة ديل، لجنة تفكيك النظام، دخلت القضية في محك يعني متسارع مع المتربصين في إنه لا بد من إطفاء نيران هذه النيران بأي صورة من الصور، حتى إنه لا تأخذ منحى آخر تجعل الحركة الإسلامية كلها في مهب الريح. واشتعلت وتيرة الحقد والحسد والكراهية بصورة يعني عجيبة على على أفواه الفلول. طيب، الذي حدث إنه يعني نحن في تقديري بكل أمانة بكل صدق كنقد ذاتي، نحن نصنع الثورات، نحسن صناعة الثورات، ولكن لا نحسن الحفاظ عليها. وهذا دليل يعني في كل الثورات التي اندلعت منذ أكتوبر 64 وأبريل 85 وديسمبر 2019، نحن نحسن صناعة الثورات، ولكن عندما يكون المحك في كيفية الحفاظ على هذه الثورات نتقاعس. وده يعني واحدة من الأشياء التي يفترض أن ننتقد فيها يعني أنفسنا انتقاد يعني واضح وجلي، حتى انه نضع حد لهذه الظاهرة المؤسفة. يعني انا دائما بشبه حالنا في في انه زي الفريق يعني زي الفريق بتاع كرة القدم اللي بيكون يعني يلعب لعبات جميلة جدا من المرمى بتاعه لغاية مرمى الخصم، ولما يصل الخصم بيرمي الكرة في الأوت. فده بالنسبة تقريبا يعني تشبيه حاصل بالنسبة لنا نحن بكل ما تعني الكلمة. لكن عشان كده أنا ادخرت يعني جزء من وقتي في سبيل إنه البحث عن أسباب هذه الظاهرة. يعني وجدت إنه واحدة من الأشياء التي لا نوليها الاهتمام الكافي
إنه بنشتغل عند حدوث الثورات ونجاحها، بنشتغل ما بنشتغل بالقضايا الكبرى. القضايا الكبرى في قضايا استراتيجية معروفة لكل المجتمعات، وفي قضايا أولية يعني دائما عند التغيير السياسي، وفي القضايا الاستراتيجية البعيدة المدى يعني. فنحن بنخلط بين الاستراتيجيتين وبين بين المنبرين يعني. وبالتالي بنعتقد بأنه تغيير الدكتاتوريات عندما تنجح الثورات في إزاحتها من السلطة، في أنه الهدف الأساسي للثورة هو التغيير السياسي. طبعا ده مفهوم خاطئ يعني، التغيير الأساسي السياسي هو جزء يسير جدا من مهام الثورات، من المهام التاريخية للثورات، لأن المهام الأكبر للثورات بتكمن في التغيير الكمي والنوعي للمجتمع في حيواته وفي يعني ثقافته، وفي القضية الأهم اللي هي دائما الدكتاتوريات بتضع عليها حد كبير جدا، هي قضية التعليم. يعني الناس ما كانوا منتبهين، وأنا شخصيا كنت مهتم بالحكاية دي وبحى صوتنا جميعا في إنه في الفترة بتاعت النظام الغميق، نظام الإنقاذ، كانت تخصص 70% من ميزانية الدولة للأمن والدفاع على مدى 30 سنة، في حين كان يخصص 10% أو ربما أقل من ذلك للصحة والتعليم. ودي صورة مؤذية جدا يعني، صورة مؤذية جدا. عشان كده، لأنه الدكتاتوريات هي بتعرف معنى التغيير الذي يحدثه التعليم في البنية الأساسية للمجتمع. وبالتالي لما حدث التغيير وجاءت حكومة الفترة الانتقالية الأولى برئاسة الدكتور حمدو، حصلت حرب شعواء على أهم وزارة، هي وزارة التربية والتعليم بإدارة الأخ البروفيسور محمد اللمين التوم، وجعلت في لولو النظام هذه القضية قضية حياة وموت يعني. للأسف الشديد لم يكن للدكتور حمدوك صوت مميز في هذا الموضوع، وبالتالي ترك الأخ محمد اللمين التوم يصارع الأنواع وحدهم. لكن دي كانت علامة فارغة جدا في معرفة المسار بتاع المجتمع، وأسى أسى أسى يعني تعلمون بالمحنة الحقيقية اللي بيواجهها قطاع التعليم. للأسف الشديد يعني قريت ريبورت لليونيسيف بيتحدث عن إنه 8 مليون طفل سوداني أصبحوا خارج العملية التعليمية في السودان. يعني ده رقم مخيف ومؤلم ومؤسف، وبالتالي له ما بعده يعني. فأنا في تقديري يعني هذا النظام آيل إلى نهاية، لكن عندما نضع يدنا في مواصلة على العتبة الأولى لمواصلة التغيير الصوري الذي حدث في ديسمبر، لا بد من إيلاء العملية التعليمية الاهتمام الكافي، ولا بد من قلب النسبة، بحيث إنه 70% من الميزانية تمشي للأمن، تمشي للتعليم والصحة، و10% تمشي للأمن والدفاع. أن عصر الأنظمة الدكتاتورية كان بتخصص المبلغ الكبير ده لحماية أنفسه، مش لحماية البلد ولا لحماية شعوبه. فدي مثلا الواحد حابة يعني يسلط عليها الضوء، باعتبار أنه هي التي أحدثت الربكة، التي تحدث الربكة في أولويات التغيير ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري المعين. فدي أنا بتصور بأنه مسألة غاية في الأهمية. والتعليم طبعا، إذا أصلا نحن ظاهرة الإسلام السياسي نحن نتكلم عنها دي، ما هي أصلا الظاهرة دي عندها أدواء أو علاجات قصيرة المدى وبعيدة المدى.
التعليم هو كفيل بها في الحالين، التعليم هو كفيل بها. وبعدين هو طبعا بيعبر، التعليم هو بيعبر عن الوعي الموصوفة به ثورة ديسمبر نفسها. فما يعني لا يستقيم عقلا إنه نحن نوصف ثورة بأنها هي ثورة ديسمبر، ثورة وعي، وفي نفس الوقت يكون الاهتمام بالتعليم في القاع. حاليا البلد حاليا أسف في حديثنا الحاصل ده، البلد بتعيش أزمة في هذا القطاع، أزمة بتاعت إضرابات مستمرة وتقفيل للمدارس بصورة يعني مؤسفة يعني. والنظام الموجود حاليا الحاكم يعني استغل هذه المسألة في فرض رسوم. يعني الليلة الصباح ده أنا بقرأ في إنه رسوم الامتحانات من 50,000 أظنه ارتفعت ل 200,000 رسوم الامتحانات. لا وإذا حاولنا الخوض في هذا في مسألة زي دي بأرقام بيشيب لي الرأس يعني. لكن هو عموما هنالك محنة، هذه المحنة تفسر ظاهرة اضطراب الحياة السياسية بعد نجاح الثورات. لأنه نحن زي ما أنا قلت في الحديث ده بتاع المقدمة قبل شوية، نحن لا ينبغي أن نتوقف في الاندلاع في نجاح اندلاع الثورات، إنما في الحفاظ عليها. يعني إضافة للمأساة اللي بتكلم فيها بحكاية التعليم دي، أنا جيت من القاهرة الأسبوع الشهر الماضي ولفت انتباهي الوجود السوداني الكثيف، هجرة جماعية يعني شعبي بالكامل بهاجر. لكن كنت مهموم بمسألة التعليم، فاكتشفت أو عرفت يعني أقصد مش عرفت إنه في القاهرة وحدها في 64 مدرسة سودانية في القاهرة، وفي أسوان 113 مدرسة سودانية. تصور يعني، يعني دي ولا ما يعني الحلول أصبحت حلول فردية أو أصبحت حلول فردانية. لكن لمثل هذه الظواهر ترفع البوارق يعني، لمثل هذه الظواهر يعني تنصب صالونات العزاء. شعبي بالكامل بهاجر ونحن ما زلنا في محاكاة غريبة جدا يعني. وطبعا ده يعني أنا اهتمامي شخصيا بالمسألة بتاعت التعليم، لأنه أصلا المسألة التعليمية كما تعلمون ارتباط وثيق بموضوع الديمقراطية. الديمقراطية اللي بنتكلم عن كيفية الحفاظ عليها ويفترض الحفاظ عليها، ذلك لن يتأتى إلا ب يعني الاهتمام بالعملية التعليمية بصورة أوضح. لأنه يبقى الحديث عن الديمقراطية نفسه حديث ترفي إذا لم يكن هنالك اهتمام بالعملية التعليمية. فالديمقراطية عشان تنمو في أي مجتمع لديها عدة اشتراطات، عدة اشتراكات من بينها المسألة التعليمية. أنا للأسف الشديد يعني بحس كده كأنما إنه في لا مبالاة في هذا الموضوع من جميعنا، يعني من جميعنا في لا مبالاة مؤسفة جدا يعني. لكن أنا بعتقد بأنه هذا عصب الأزمة في السودان. وأنا زي ما قلت عابرا في إنه واحدة من الأخطاء اللي إحنا بنقع فيها في أضرار الدكتاتوريات، أضرار الدكتاتوريات في التأثير، بنحصر دائما أضرار الدكتاتوريات في التأثير السياسي فقط. ذكرت إنه الناس بتهتم بسقوط الدكتاتوريات بيهتم بتغيير النظام، لكن نضع في الاعتبار إنه نحن الليلة عشية الاحتفال بالاستغلال 67 أعتقد،
طبعا معروف بالنسبة لكم جميعا، 3 دكتاتوريات استهلكت أكثر من قرابة 3 أرباع 67 سنة، يعني ده رقم مزعج جدا. يعني الديمقراطيات اللي بنتغنى بها دي، 3 ديمقراطيات لم تستهلك من التاريخ السوداني سوى أقل من 10 سنوات. ثلاثة فترات ديمقراطية، ضيف على طبعا فترات الانتقالية دي. يعني دي مفارقة غريبة جدا، إنه نحن بنعتبر إنه الشعب السوداني عاشق للديمقراطية، لكن أعتقد إنه العشق ده فيه إنا إذا كان استهلكت الدكتاتوريات منها أكثر من 80% من الفترات دي يعني. فبالتالي حصر التغيير السياسي، التغيير الصوري في العملية السياسية فقط خطأ كبير جدا. ليه؟ لأنه في الدكتاتوريات بتصحر يعني حسب حديث علماء النفس، إنه في الدكتاتوريات بتصحر المشاعر السالبة للنفس البشرية. يعني مثلا غادر لما قالوا رفعوا الشعار المؤسف بتاع الشعار المؤسف الغميء بتاع إعادة صياغة الإنسان السوداني، هم ما فاهمين بأنه الشعار ده هو أسوأ ما ممكن أنه المرء يسمعه، بل أسوأ من الشعارات النازية في تقديري. ليه؟ لأنك أنت لا يمكن أنك تعمل على تغيير بنية مجتمع تراكمت عبر السنين في عاداته وتقاليده وثقافته ودينه وكل أموره الدنيوية والأخروية المعروفة، يعني لا يمكن. لكن للأسف الشديد إنه الشعار ده تطبق، فعلا تطبق على بمعناه السلبي، بمعنى إنه الديكتاتوريات دي نهشت في جسم المجتمع وتعدد الإطار السياسي بظهور المشاعر السالبة في النفس البشرية. المشاعر السالبة زي الحقد، الحسد، الكراهية، الشحناء، البغضاء، النفاق، كل المشاعر السالبة بتظهر في أزمنة الدكتاتورية. ولما تظهر في أزمنة ليه بتظهر في أزمنة الدكتاتوريات؟ لأنه في الدكتاتوريات ما فيش عدالة اجتماعية، ما فيش. يعني إن كلنا شاهدنا في 30 سنة اللي فاتت التفاوت الطبقي اللي حصل في المجتمع السوداني، جعل من مسألة المشاعر السالبة إلى أدت إلى خلخلة المجتمع السوداني. يعني كثير من الظواهر الغريبة أجرت في خلال 30 سنة الفاتت هي فعلا كانت دخيلة على المجتمع السوداني، لكن هي نتيجة الدكتاتوريات نفسها. يعني الدكتاتوريات ما محصورة في التغيير السياسي فقط. فدي يعني دي أشياء أنا أعتقد بأنه نضعها في الاعتبار في ونحن نستلهم المسيرة في تشخيص القضية السودانية وفق الأطر اللي بنتكلم عنها دي يعني. وبالتالي يعني هذه القضية أيوة تنعكس كل هذه القضية إلى عدم نمو العملية الديمقراطية بصورة صحية ومعافاة. ليه الديمقراطية ما بتعمر؟ نتيجة الكلام اللي بنقوله ده يعني. ويعني ما أتمنى إنه ما يكون تنظير ساكت بقدر ما إنه هو يعني يضع الإصبع على الجرح النازف يعني. أنا بعاين للساعة على اعتبار إنه ما عاد أتجاوز الوقت المحدد لها. وهنالك ظواهر طبعا أيضا بتساهم في إفراغ العملية، إفراغ المجتمعات من العملية الصورية أتكلم عنها، يتمثل في الممارسة العشوائية. دي ظاهرة جديدة مستحدثة الناس ما منتبهين لها، المظاهرة يعني اللي بيؤدي إلى تفريغ الثورات من محتواها. والحاجة الثانية في تقديري إنه
الاستخدام العشوائي لوسائل التقنية الحديثة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. يعني كلنا أعتقد كلنا منزعجين في الصور المؤسفة جدا لهذا الضخ الكثيف في وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عشوائية، ما بتؤدي لتقدم المجتمعات ولا بتؤدي إلى حلول يعني جذرية للمشاكل بعيش المجتمع. دي مسألة يعني مؤسفة جدا، وأنا أعتقد بأنه ينبغي أن نوليها اهتمامنا بدراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول لها. الحلول مقترحات، ما أعتقد يكون في حلول بقدر ما أنه في مقترحات، لأنها هي أساسا بتعتمد على الوعي. لكن ما يحدث من استخدام سيء وعشوائي لوسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة، أنا أعتقد أنه بيساهم مساهمة كبيرة جدا في إفراغ الثورات من محتواها وفي تعطيل العملية الديمقراطية وأشياء أخرى تعلمونها. يعني المسألة الثالثة، العامل الثالث اللي بيؤدي إلى إفراغ الثورات من محتواها، أنا أقول المرة دي برضو أنا بحاول يعني أضع الأصبع على قطاعات ما مذكورة كثيرا. يعني مسألة وسائل التقنية دي ما مذكورة كثيرا والناس ما منتبه لها، أو في بعض الناس منتبه لها يعني، لكن كل غلبته الحيلة في إنه كيفية الوصول لعلاج. ظاهرة أخرى برضو مؤسفة، الناس برضو ما معتبرينها، ما مدينا الاعتبار الكافي، وهي ظاهرة الأحزاب والتحزب في الحياة السودانية. الأحزاب والتحزب، ويعني للأسف الشديد العملية الديمقراطية واحدة من آلياتها تعتمد على القوة السياسية الحزبية كرافع من روافع القيم الديمقراطية. لكن ما يحدث عندنا هو العكس تماما. الأحزاب دي يعني أحزاب تآكلت، ما في لغاية الليلة، بقول بكل صدق، ما في يعني ما يمكن أن تطلق عليه بصورة مطلقة حزب مكتمل المعايير المعروفة. حزب ما في. فدي يعني أنا أتصور بأنه يعني واحدة من القضايا المنسية. لكن الظاهرة بسريانة ده يعني بتؤدي إلى تآكل في العملية الديمقراطية وتآكل في المجتمعات، وبالتالي يعني تفرز ظواهر عجيبة جدا. يعني لفت انتباه، يمكن لفت انتباهكم أنتم، يعني في واحدة من القوى السياسية الأس يعني اندلعت كالفطر الأسود، إن في تنظيم في خلال شهر أعلن حزب جديد وعمل مؤتمر وتقدمت فيه أوراق وأدى وعمل انتخابات، وكله في خلال شهر. يعني ده أنا أعتقد بأنه يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ده يعني ده استهبال سياسي، ده ما ممارسة سياسية، ده استهبال سياسي يعني. وبعدين لغاية الليلة ما في دور بيسأل إنه الأحزاب دي بتتصرف كيف، ما يعني في كثير من الأشياء، وإنه عضويتها دي ملتزمة كيف، شنو الرابط بين العضو وبين الحزب ذاته، وشو دور الحزب ذاته في العملية الديمقراطية يعني. وأشياء كثيرة، أسئلة كثيرة جدا غايبة. لكن أنا ما عايز أستسهل في الموضوع ده، لكن أنا عايز أشير لنقاط عشان ما تاخد مننا من حديثنا الكثير. لكن بتصور بأنه ظاهرة الأحزاب والتحزب وهي يعني ظاهرة محتاجة لوقف، وأنا بكل جرأة بقولها، بدعوا الحزبيين أنه ينسلقوا من أحزابهم، وبدعوا الشباب بالذات الما محزب أنه ما يجي للأحزاب إلى أن ينصلح حاله. أنا بعتقد أنه الاستغلالية أفيد كثير جدا، خاصة للقوى السياسية الحزبية، القوى الشبابية مفيدة جدا يعني، لأنه الاقتراب من الأجواء النتنة دي للواقع السياسي الحزبي أنا بعتقد بأنه يعني
مضر بالشخص ومضر بالوطن، ولا بد من النظر لمسألة الممارسة الحزبية بصورة أكثر موضوعية. كذلك من المواضيعات التي تؤدي إلى إفراغ المجتمع من الروح الثورية وتعسر العملية الديمقراطية طيب أظن أنا تكلمت كثير عشان كده راح لي الدرب في المويه يعني. طيب المهم أنا زي ما ذكرت عشان ما نغرق في التفاصيل، أنا بحاول أضع الأصبع على بعض الظواهر اللي بتؤدي إلى تعثر العملية الديمقراطية في العملية السورية والبناء الديمقراطي في السودان، وبتصور إنه في كثير من المساهمات للناس يعني ممكن أن تضاف في هذا الخصوص. لكن الآن الظاهرة الرابعة هي ظاهرة الخلافات والانشقاقات، يعني زي ما أنا ذكرت قبل فترة بأنه ظاهرة الانشقاقات تكاد تكون ظاهرة سودانية بحتة يعني، لكن يعني هي أساسا برعت فيها العصبة الحاكمة أيام الإنجاز، برعت في مسألة الانقسامات والانشقاقات دي وسط القوى السياسية، ظلت في حالة بتاع تقسيم مستمر لأي قوة سياسية موجودة، وحتى في النهاية لما ما لقت قوة سياسية تقسمها قسمت نفسها لقصر ومنشية يعني. فده الظاهرة دي يعني بالذات هي طبعا يعني عندها أسباب كثيرة جدا نفسية سيكولوجية يعني وسياسية واجتماعية يعني في السودان، لكن حاليا نسى ازدياد خطاب الكراهية بصورة مؤسفة جدا ومؤلمة يعني، ما بتؤدي إلى يعني الذهاب في الطريق الصورة المرجوة، كراهية عجيبة جدا وبعدين استغلال للمنابر السياسية، وظهرت قلت الاستخدام السيء لوسائل التواصل واللايفات وكده، وزي كل واحد يجيك يقول لك علينا جاي تعالوا جاي تعالوا جاي، زي الدلالة يعني كانت أيام السوق يعني. أنا أعتقد بأن ظاهرة الخلافات دي هي بقت تباعد بين القوى السياسية وما بتؤدي لاستكمال برامج الثورة بالصورة الطبيعية المرجوة، استعادة المسار الديمقراطي، بالعكس طبعا زي ما قلت يعني حصل العكس في التشرذم وفي ضعاف البنية السياسية وبالتالي فقدان تمام المبادرة والوقوع تحت حابيل المؤسسة العسكرية. هي المؤسسة العسكرية انت لما تجيها مفكك وكثير الإحن والمحن وكثير الجروح ما حتقدر تصارع يعني، هي تمتلك أسباب القوة، فبالتالي بتكون سهل يعني الطعم سهل جدا في انه تضع القوى السياسيه، وده اللي حصل من انقلاب البرهان لغايه هسه، نظام قاعد بالعافيه يعني، لكن هو قاعد بضعف الاخرين عشان كده القوه دي لما جاءت القوة السياسية بعد نجاح ثورة ديسمبر، القوة السياسية السودانية الحزبية لما جاءت بعد نجاح الثورة للمشاركة في السلطة جاءت مهلهلة ومضعضعة وقايرة القوة يعني، فأصبح الطعم سهل للعسكريين يعني. الثورة في تقديري يعني صنعت حدث لكن لم تصنع رجال دولة،
ده كان سبب أساسي جدا في انهيار منظومة الفترة الانتقالية الأولى يعني. فدي أيضا واحدة من النقاط الأساسية في البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ضعضعة أو ضعف الثورات وضعف التغيير المرجو من الثورات في العملية السياسية المجتمعية. طبعا في البعد الثاني للأزمة السودانية هو البعد الإقليمي، ما أتكلم فيه كثير، لكن أصبحت بعض الدول لا تجد حرجا في التدخل دون أدنى وازع يعني أخلاقي أو حرج. ليه؟ لا، علمها بأنه القوى السياسية المسؤولة الموجودة في الساحة هي من الضعف. يا ريت لو بقى ضعف. بعض القوى السياسية بدأت تمد جسورها، وبعض القوى السياسية وبعض المتنفذين في السلطة بتمد جسورها للعالم الخارجي الإقليمي وبناء تحالفات تحت يعني. هي تحالفات يعني معروفة دوافعها ومعروفة مراميها ومعروفة إنها بتقود لوين يعني. فأصبحت اختصارا يعني هي وبال على البلد. نحن نفسنا ما بنلقى حرج في إنه نتحدث عن تدخل إقليمي مؤثر في 3 دول رئيسية يعني. ده ما حديث بتاع ندوات، ولا حديث تحت الترابيزة، ولا حديث تحت ده حديث بيتحدث بواقعية قدام شواهد. الآن التدخل الحقيقي من 3 دول هي الإمارات ومصر، وطبعا برضو الدول الكبرى ممثلة في اللجنة الثلاثية المنظمات الثلاثة. وأساسا مثلا التدخلات في الدول اللي ذكرت هذه هي أساسا صنيعة إنغازية. الإنغاز أساسا لما كانت في مرحلة من المراحل خلقت محورين، محور قطر إيران تركيا مقابل محور مصر الإمارات السعودية، والمحورين يعني ظلوا في حالة تشاكس داخلي لغاية ما انهار النظام، لغاية ما انهار النظام بثورة ديسمبر. أصبحت الجهتين يلجأوا إلى المحورين يلجأوا إلى أساليب تانية، وبالتالي اتضحت المسألة بتاعة التدخل السافر في مصالح بعينها يعني. لكن في أشياء فوق المصالح يعني. التدخل الإقليمي الحالي ده هو بيجي في إطار ما سمي بالشرق الأوسط الكبير، الشرق الأوسط الكبير الذي يدعو بسلاسة إلى إدخال إسرائيل ضمن أن تكون ضمن الواقعية الموجودة يعني في المنطقة. ده الهدف الأساسي. لكن طبعا في أهداف مصلحية تانية موجودة يعني. في الأخيرة القضية بتاعت المواني، من مبنى الميناء بتاع أبو العمامة كشف يعني كثير من الأسرار، ولكن ده أعتقد إنه هو يعني ذا الرماد يعني في العيون. ما هو الهدف الأساسي؟ الهدف الأساسي أكبر من كده. فالتدخل الإقليمي يعني عنده أهداف يعني كبيرة وعندها تأثيرات على مستقبل البلد يعني بكل. أنا ما هتكلم فيه أكثر من الشيء اللي عارفينه الناس يعني. لكن أيضا التدخل الدولي كذلك، التدخل الدولي طبعا بالذات يعني أصبح للولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولة فيه يعني. والولايات المتحدة الأمريكية هي بتبحث عن التسوية وفقا تسوية دي أساسا منهج يعني في السياسة الأمريكية، ما قاص بالسودان بس يعني. الفولكر قال إنه الأمم المتحدة لا تهتم بالأغوال وإنما تهتم بالأفعال. لأن واحد يجيك بالأغوال، واحد يجي يقول لك هنا يعني يمشي يرفع عقيرته
يقول لك طرد فوركر من السودان، ويكون ما يعني هو ذاته ما يكون يسوى بصلة يعني، لكن بيتشدق بكلام أكبر منه، وآخرين يعني بدعوا دعوات أكبر من حجمهم يعني. لكن اللي أنا عايز أقوله، أنا شخصيا مسألة الإطار الإطار الوقع عليه بعض قسم الحياة السياسية السودانية، أو قسم القوى السياسية السودانية الآن، الاتفاق الإرادي الاتفاق الإطاري الإطار. أنا أظن تكلمت كثير عشان كده بدأت القصة هنا. أنا ما كلها دقائق عشان أختم يعني. لكن الاتفاق الإطاري يعني وضح إنه ال أيوة الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للسياسة الخارجية الأمريكية، هي بتحاول زي ما ذكرت قبل، تحاول إطفاء الحرائق اللي لها مصلحة فيها. يعني الناس ما تنخدع باضطراب الأولويات بالنسبة للسياسة، بالنسبة لما يريده الشعب السوداني بالنسبة للسياسة الأمريكية. الشعب السوداني مثلا يريد الحرية، يريد الديمقراطية. أي نعم الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحرية، ولكن تريد الديمقراطية ليه؟ في البيت الأبيض هنا وفي المؤسسات الأمريكية المعروفة. أما هنا تكون عندك ما عندك ده موضوع ثاني، يعني ليست في الأولويات. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإطفاء الحرائق إذا اندلعت حرب، لأنها ما يعني غير يعني معنية بمسائل بتترتب على الحروب، مش غير معنية، مزعجة جدا المسائل بتترتب على الحروب، من بتترتب على الحروب من لاجئين تدفقوا في البلدان المجاورة. طبعا كلنا بنعرف بأن التعادل الأوروبي واحدة من أسباب تدخل الحسيس في القضية السودانية هو وقف الهجرة، يعني الهجرة بتاعت البحار دي، الهجرة العشوائية. فبالتالي المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي والمجتمع السوداني عموما في اختلاف في المصالح، في اختلاف في رؤية المصالح بعين يعني لا تكون منطبقة على نفس العين الأخرى للمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي يعني. أنا أعتقد بأنه نأتي للختام يعني في القصة دي، في قصتنا التي مش قصتنا بتاعت عثمان حسين، قصتنا تحت السياسة الحاصلة على السيد. أنا خلصت في أنا أخلص في الندوة، وخلصت في الكتاب أيضا، إنه ينبغي أن تصنع الثورات حدثا وتصنع رجال دولة. يعني نحن في حاجة إلى رجال دولة يصنعوا صناعة. يعني ما حدث من انشغاق بين القوى السياسية في مسألة الاتفاق الإطاري، يعني في كثير من الأشياء بتلقي بالظلال في الموضوع ده، ما مسألة إنه أنت مع ولا ضد يعني. الناس في كثير من الناس حتى القوى السياسية نفسها، القوى السياسية الواحدة ولا المتعددة، اختلفت فيما بين في تقييم الموضوع ده، هل هو يأتي عبر تسوية أم يأتي عبر تغيير جذري. والجدل داير يعني، مش داير وسط القوى السياسية والتانية، داخل القوى السياسية نفسها يعني. وطبعا كل من بيحاول يحدد رأيه، لكن احنا هسه ما في مقام انه مع ولا ضد. لكن انا في تقديري في بعض الاخطاء البسيطه اللي وقعت فيها الحريه والتغيير هي ادت الى تشويش الصوره. يعني الحريه والتغيير
في 5 قضايا تركتها لإقامة مؤتمرات بخصوصها. هي أكشوال ال5 قضايا دي هي القضايا الأساسية يعني. ما توصلت إليه في الاتفاق الإطاري ما ذات أهمية بنفس الـ القضايا الخمسة تركت للنقاش حولها بصورة أوسع وكده. والكلام يطول في المسألة دي، أنا يعني ما عايز أفتح الموضوع ده لأنه بعيدنا المربع الأول، وبالتالي الناس هيميلوا الكلام في الموضوع ده. لكن ال5 قضايا المعروفة اللي عدت لها مؤتمرات اللي هي العدالة والعدالة الاجتماعية، ومسألة السلام، سلام جوبا يعني، ومسألة شرق السودان، وتفكيك التمكين، وإصلاح المؤسسة العسكرية والمدنية. هي طبعا دي قضايا مهمة اكشوالي. نحن كثير جدا بنجري وراء المصطلحات، لكن الحقيقة دي 90% من القضايا دي هي القضايا المختصة بالمؤتمر الدستوري اللي بنادي به من أيام نميل، المؤتمر الدستوري اللي بنادي به مع إضافة أشياء يعني إضافة أشياء بسيطة، لكن هي جوهر العمليات الخمسة دي، هي جوهرها، هي جوهر، هي المؤتمر الدستوري زي ما ذكرت، المؤتمر الدستوري تنادي به القوى السياسية من أيام نميري يعني. مش المؤتمر الدستوري ده ما الليلة، المؤتمر الدستوري ده من أيام نميري القوى السياسية بتتبع المؤتمر الدستوري. لكن الحرية والتغيير أخطأت في تكريس الانقسام الحصر في الشارع السوداني، يعني كانت تعمل بكل جهد لكسب الشارع السوداني عموما، سواء كان ممثل في لجان المقاومه او في الاخرين يعني. كان ينبغي الحفاظ على الشارع ده والحفاظ على القوى السياسيه، لانها هي دي الباك بون بتاع يعني الشارع ده. الشارع ده ما هو السند الوحيد يعني، السند القوى السياسيه السند الوحيد يعني. الخطأ الثاني الإجرائي اللي أنا يعني في نظري أخطأت في الحرية والتغيير، ظاهر أنا استئثارية جدا، اللي هي جلبت ما يزيد عن 40 تنظيم وقالوا ديل الوقوع على الاتفاق الإطار. أسماء ما أدر الله بهم السلطان، هذه يعني ظاهرة كيزانية، ظاهرة إنبازية بامتياز. ما في معنى إنك تدعو لك تجيب لك ناس نحن ما سمعنا بهم يعني، لا أسا ولا 30 سنة ولا حد أسمع بهم أساسا يعني. فدي كانت ظاهرة مؤسفة جدا يعني، كشيء طارئ، كشيء إجرائي، ملاحظة عابرة. وبعدين يعني بس أنا عايز أقول في مسألة المواثيق دي، نحن عندنا خلل ينبغي إنه ننتبه له تماما. المواثيق دي إذا أنت جيت أحصيت المواثيق اللي وقعت على القوى السياسية السودانية من الاستغلال هتسهل يعني، هتسهل لأن معظمها مكرر. بعدين في كثير جدا من الناشطين وكثير جدا من المتابعين ما بيقروا حتى المواثيق دي، ما بيقروها يعني هي مجرد ديكورات سافت لكثير. وفي كثير من المواثيق بتتشابه في مضمونه في محتوى. فدي يعني برضو يعني شيء، مسألة المواثيق الدش الكثير فيها ده عايز يعني مراجعة، أمل إنها يعني تتسق مع الأحداث ومع الزمن بحلول السنة الميلادية الجديدة. وأنا أعتقد بأنه انعدام الثقة كان طرف أساسي جدا في توسيع الشقة. زائدا لا بد أن نضع في الاعتبار بأنه شيطان ما يسمى بشيطان التفاصيل هو آتي. نحن ما بنشوف هسه قدامنا ده لسه يعني شيطان التفاصيل ما مساوه. فدي أنا أعتقد بأنه تكلمت كثير يعني، أنا آسف جدا تكلمت كثير، لكن الموضوع يغري بالحديث المطول.
وكل ما تحدثنا كل ما قل. لكن الحديث أصبح غير ذي شجون. فأنا والله يعني شاكر جدا لصبركم، وشاكر جدا لصبري أنا ذاتي على نفسي. وأتمنى إنه أكون يعني تحدثت فيما هو مفيد. أشكركم الشكر الجزيل. شكرا جزيلا أستاذ فتحي الضوء على هذه الإضاءة الضافية وعلى هذا الاستعراض الضافي لسفر مهم جدا في الظرف التاريخي الخطير اللي نحن بنمر به. ونتمنى من الجميع إنه من يرغب في الكتاب موجود في مينيسوتا هنا، وعليهم الاتصال من يرغب في الاقتناء الكتاب عليه الاتصال باللجنة المنظمة الأخت سناء، مدام سناء مرسي، أو أي واحد من المنظمين لهذه الندوات. هناك نسخ متاحة. نلفت الانتباه لضيق الزمن إنه نحن هنقوم نفتح فرص للنقاش أو التعليق في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى الثلاثة دقائق. أعرف أنها ما بتكون كافية للجميع، لكن أرجو شاكر من الجميع أنهم يقوموا يلتزموا بالزمن عشان إتاحة الفرصة وزمن الندوة اللي هو نحن حنمددها. يعني زمن هو انتهى لكن حنمددها عشان المشاركة. أيضا ألفت أنوه لأنه الندوة الجاية هتكون يوم 14 يناير مع أستاذ ويدي صالح المحامي عن الاتفاق الإطاري، وهل سيصلح لحل الأزمة السياسية أم لا. الفرصة الآن شايف في الفرصة الآن مفتوحة، شايف في أيادي مرفوعة في دكتور خلف الله وفي ناظم إبراهيم، إحنا حنبتدي بهم. ودكتور خلف الله بشرة اتفضل وأوجز لو سمحت، وبعده الأستاذ ناظم إبراهيم. أيوة شكرا يا منتصر، وشكرا أستاذ فتحي الضوء. الحقيقة قبل ما يعني هنا الكتاب موجود في أمازون، أنا شخصيا قدرت أشتريه يعني ويخش في الكندل بتاعي يعني إذا ومنتصر يعني فيه معلومات جيدة جدا، ويعني تركيز لأخبار كثيرة يعني مرت على الناس وكده، فيعني أرجو الناس تستفيد من الكتاب. يا أستاذ فتحي، لكن في يعني موقفك الآن أو الكلام عن الثورة كأنما الثورة ماتت ونحن بنعمل في تشريح الجثة، يعني فالثورة حية ومستمرة، وثورة ديسمبر تختلف تماما أو تختلف كثير عن الثورات السابقة، وحتى وجود الحرية والتغيير وإن عايشة إلى الآن نقصت في حجمها أو لا، دزعت حاجة جديدة، وجود لجان المقاومة ويعني محاولتهم لكتابة المواثيق والحاجات دي كلها حاجات جيدة وجديدة، والثورة مستمرة يعني. فالخطاب أفتكر المفروض يكون يعني في النهاية نحن في 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 خضم الثورة، فالخطاب لازم يراعي الحاجة دي. شكرا جزيلا. أرد يا منتصر ولا؟ والله أحسن نشيل اثنين سؤالين ونرد عشان نمشي أسرع يعني. أوكي. أستاذ ناظم إبراهيم. ناخذ أربع أسئلة. شكرا. ناخذ اربعه ويجاوب عليها اخونا فتح الضوء، وبعد نمشي ل اربعه ثانيه. رايك شنو يا استاذ فتحي في الاقتراح هذا؟ اي اي تحت امركم استاذ ناظم. استاذ ناظم ابراهيم. شكرا جزيلا استاذ فتحي، وشكرا منتصر وسناء.
أول حاجة بترحم على الشهداء والعودة للجرحى، وكل سنة وانت طيبين، وإن شاء الله نلتقي السنة الجاية في وطن حور ومعافى وديمقراطي. أنا الحقيقة عندي ملاحظتين أو ثلاثة عن كل ما يحدث في السودان، يعني من سقوط الإنغاز لحد الآن. أنا عندي رأي يعني قد يكون خاطئ وقد يكون صحيح، دا أعرف رأي أستاذ فتحي، اللي هو بيفتكر أنه في حتتين. الحاجة الأساسية اللي بيفتكرها أنا أنه السودانيين رغم أنهم محبين للديمقراطية وكارهين للتسلط، لكن غير ديمقراطية. حقوا الصوت ده يا الهوست، الناس في الإدارة حقوا إنه يعملوا ميوت بس للإنسان المتكلم. تفضل يا ناظم. شكرا. أعيد كلامي لأنه حصلت شوية كده الصوت. بقول إنه السودانيين والشعب السوداني رغم إنه محب للديمقراطية ومفجر للثورات ويمغت الدكتاتوريات والتسلط، لكن غير ديمقراطي، يعني لأنه بيفتكر إنه الديمقراطية دي ثقافة وسلوك. يعني لاحظت على كل المستويات، بالنسبة للتنظيمات السياسية، بالنسبة للمجموعات العادية في جروبات بتاعت الواتساب في غيره، في الفيس، في وسائل التواصل الاجتماعي، الشكل بتاع النقاش بيكون زي شكل بتاع جدل بيزنطي وحوار بتاع ترشان. يعني الناس الزول بيكون عايز يتكلم، ما بيسمع رأيك، يعني بيكون مجهز رده. يعني الحته دي مفقوده، الديمقراطيه مفقوده جوا الاحزاب. يعني انا عندي راي انه يعني الاحزاب السودانيه الموجوده دي كلها، يعني من اقصى اليمين لاقصى اليسار، يعني فيها مشاكل كثيره جدا على مستوى القيادات، على مستوى ناس مؤثرين فيها. يعني فيها كثيرين من امثال الناظر ترك ومبارك الفاضل في الانتهازيه وفي الخبز وفي اللؤم. دي حتة أساسية جدا، يعني نحن عشان نقوم ننتقل لشكل بتاع انتقال ديمقراطي حقيقي، ده غير المناكفات الشخصية ولايك وديزلايك، يعني تحولت إلى شيء أشبه بالاتيان بتاعت الكورة وشرى الكشتين. يعني يعني ده أنا بفتكر إنه ده واقع مزري جدا ما يحدث الآن. يعني ما عارف كيف ترى المستقبل السياسي في السودان، يعني من كل ما يجري، يعني من شكل بتاع اتفاق إطاري، شكل بتاع سيطرة تامة للجنجويد والعساكر. في كلام بيتقال على إنه في ضغوط دولية، أنا ما ضد الكلام، أنا أفتكر ده كلام ساكت، يعني دي مجرد أمنيات غير حقيقية. فشكرا جزيلا. شكرا أستاذ نصر الدين. والله أنا خطيت في يعني صديقي وأخوي فتحي، أنا نصر الدين هجام وملقب ب كوستاوي، يا عارفني كويس، بعرفك كويس. انا ما عارف، عندي 25 سؤال لكن حيختصرهم سؤال. في اسئله كثيره جدا انا كان كاتبها، وطبعا صديقنا واخونا ضوء البيت جاوب عليها. طبعا دو البيت دائما بيجيب الحاجات الغريبة، ساعدنا في واشنطن دي سي وخدت لنا الكتاب بتاع العنكبوت، ومن عنكبوت ده شنو؟ فتح الضوء. فتح الضوء.
وشناه مسكناه عديل ورينا العنكبوت شرحوا لنا تماما. وانا ببال المحاضره دي داير اسال السؤال بتاع طمطم دي جابوا من وين، لكن كويس انه جاوبوا. بالمناسبه ساعه جاوبوا انا كنت مع البرد الكثير ده كنت ماخذ الايفون بتاعي وبستمع له وشمنا الملك والرغيف من الهناية وماشي على البيت. كويس انه خط الصنم بتاع الطمطم ده كويس. ده السؤال الاول وهو جاوبه. طيب انا لي كم وعشرين كم وثلاثين سنة ما مشيت السودان. اليوم اللي وصلت فيه كان يوم 25 اكتوبر يوم الانقلاب. كراعك حار؟ يس ده الكلام كلها لي قال لي كراعك حار. لكن شوف الحصل شنو. طبعا انا هستعمل عباره استعملها رئيس السياده المرحوم اسماعيل الأسري، هو جاي من الهند ومعه ولده محمد إبراهيم الأسري الله يرحمهم الاثنين. قال عبارة وركت بنا الطائرة، وأنا كلمة ركت دي بالذات اتذكرتها يوم أنا ركت في الطائرة المصرية يوم 25 أكتوبر، واستعملتها في بعض الجروبات وكتبت عنها. نزلت في منطقة وأنا طبعا بعد 30 سنة حاجات اختفت خالص. نزلت في شارع 60 في المعمورة، شارع 60 مع شارع جوبا. شارع جوبا بيجوا السوار من الصحافة، وجنوبا بيجوا ناس حاجة أنا ما بعرفها قبل كده، جنوب الحزام. والخارطة كلها ما عرفتها. طيب دي مقدمة للسؤال الجاي. الكتاب الطمطم يا أستاذ فتح الضوء يا صديقي، وانت بتعرف انه انا بعرفك كويس، جزء هل اتكتب جزء منه في السودان وجزء منه في امريكا ولا؟ طبعا الكتب مثلا عنكبوت كتبت كله في امريكا بمعلومات بتجيك من السودان. انت ساعة كنت في السودان هل تحققت من المصادر بتاعت العنكبوت الناس اللي ادوك المعلومة، هل وصلتهم وتكلمت معهم؟ دي حاجة تانية. بالمناسبة عندي حاجات كثيرة جدا دار أقولها، مستوي الزمن حاختصر رأيي. اتكلم فتحي، أخي فتحي اتكلم عن الكتاب الطمطم. طيب وفي صفحاته الكثيرة الحتة بتاعت حمدوك الأولى والثانية مشى عليها كثير في كلامه للسعادة. أنا ما عارف في لسه أنا ما قريت الكتاب وما وصلنا، وإن شاء الله يجينا في واشنطن ويعمل محاضرة وكتابه زي ما وزعناه، ونحن وزعنا كتاب العنكبوت. الحتة الأخيرة اللي اتكلم فيها وما اتكلم في الحتة بتاعت الاتفاق، اتكلم بسيط في الاتفاق الإطاري وما ورانا رأيه شنو والحاصل بالضبط. هل هو الكلام اللي بيقولوا فيه إضغاط ولا إنهاء؟
انقلاب 25 اكتوبر. وانا اشكر كثير انه اتكلم في الحته بتاعت القياده العامه والقتل الحصل، ودي يعني جرح، وزي ما هو قال جرح يعني ما بالتأم بصوره حاجه فظيعه. انا عندي حاجات كثيره جدا داير اقول، لكن أنا متأكد فتحي حيجينه في واشنطن وحنزلوا الأزل الصعبة. وأنا سوري إنه أخذت يعني وقت، يعني مفروض ما أخده، لكن سوري. لا ما في مشكلة. وأنا سلامي لأخي وصديقي فتحي الضوء. شكرا جزيلا أستاذ كستاوي، وإن شاء الله حسيلتك حيجاوب على فتحي. أستاذ فتحي الضوء. أسامة مصطفى، الشمعة التي تضيء في الإيست كوست وقيادي في مجموعة محاربة النظام وفي كل الحركات المتفضل. شكرا كثير أخي منتصر وأستاذ سناء، وأخص بالشكر للأستاذ وأخي العزيز الأستاذ فتحي. كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يجعل هذه السنة سنة انتصار للحرية والديمقراطية. طيب أستاذ فتحي، بالنسبة للإصغاءات والإنهاء، العبارات كلها تحورت كثير جدا، لكن هل يمكن تنهي انقلاب، انك ترجع مرتكب الانقلاب للقيادة العامة بنفس اسلحته بنفس دباباته؟ هل يعني حقيقة ده ممكن يكون تصور صحيح؟ وهل ده ممكن يكون شيء حقيقة بيخليك تقول انه ده انهاء للانقلاب؟ الشيء الثاني، النظام الموجود حاليا استفاد من خلط الأوراق وخلط الصحة السياسية، خلط القوة الثورية بالقوة بتاعت الانقلاب ذاتها ومكوناتها، لحد ما وصلنا الحتة بتاعت أنه حس حاليا هو الثورة ذاتها جزء كبير جدا منها جرفة في اتفاقيات الاتفاق الإيطالي الأخير ده، واستفاد من الحتة دي. فما هو دور الصحفيين، دور الصحفيين وبالذات انتوا اللي عندكم باع كبير في الثورات دي، دوركم شنو في انه تستبينوا للجماهير الخيط الابيض من الخيط الاسود؟ شكرا لك كثير. شكرا. بنترك الفرصه، انا جانا تنويه من الإدارة الندوة إنه المواعيد بتاعت الندوة تذكير لها إنه 4:15 هتنتهي، اللي هو الآن عندنا زي 10 دقائق. بناء على كده لأن ارتباط الأفراد الجالية بعزاء، هذا ما وردني من اللجنة المنظمة للندوة أو اللقاء. أترك الفرصة الآن للأستاذ فتحي الضوء عشان يجاوب على أسئلة دكتور خلف الله وناظم إبراهيم وكوستاوي وأسامة. تفضل. جميل جميل جميل، شكرا جزيلا. الحقيقة يعني أسئلة حيوية يعني تمثل إضافة أكثر من إن الحوار حول قضايا مهمة جدا. دكتور خلف الله، يعني أشكرك على مبادرة في الأول في إنه كنوع من أنواع النقد الذاتي. أنا تحدثت عن الثورة بثقافة بمحاولة تكريس ثقافة النقد الذاتي اللي هي يعني تقريبا إلى حد كبير جدا شحيحة أو منعدمة في أوساط كثير من القوى السياسية. يعني واحدة من الأشياء التي تحمد لقوة الحرية والتغيير، إقامة ورشة استمرت تقريبا 3 يوم في مسألة تقييم الفترة الانتقالية اللي كان شاركوا فيها في الحكم، لكن ما كانت كفاية وما كان الإعداد ده بالشكل الجيد، لكن كمبادرة
أنا سعدت لها جدا لأنها مفقودة يعني في حياتنا السياسية، وكان المفترض إن السؤال الكبير ثم ماذا بعد، مش إنه الواحد يعني ما كان مفترض إنه أو ما كنت بتصور بين الناس تجي تتحدث عن نواقص هنا وهناك وتمشي من غير ما تورينا إنه الاستفادة منها شو في المستقبل، ده ما كان موجود. لكن الثورة ما ماتت يا دكتور خلف الله، طبعا إذا ماتت ما نحن وطاتنا أصبحت يعني. فبس هي زي ما قلت لك النقد هو من باب النقد الذاتي. الحقيقة يعني لابد من الإشارة لأنه نحن ذات السودانيين بنعرف سيكولوجية بعضنا البعض، يعني نحن شعبي ملول، وأنا أخشى ما أخشى يعني إذا لم نستفيد من التحول الرقمي في السنة الجديدة اللي هتبدأ بكرة دي، يعني أخشى ما أخشى أن نضيع فرص كبيرة جدا. الاستفادة من التحول الرقمي في أنه نجيف في تقييم الفترة الماضية، وخاصة مسألة المظاهرات المليونيات، يعني حتى أنه ما تصبح يعني عيب وتدعو للملل من بعض الناس، وبالتالي نفقد يعني نفقد خاصية مهمة جدا في استمرارية الثورة. فمن الباب ده يعني لأنه موضوع كبير وكده، يعني لابد من أنه نضع ده في الاعتبار، ولابد من تجديد الخطاب السوري، لأنه زي ما قلت لك يعني نحن يعني بنعرف نفسنا كويس، كلنا السودانيين بنعرف نفسنا كويس في أنه ملولين يعني. والحديث يطول في النقطة دي، لكن هي نقطة مهمة جدا في كيفية النقد والنقد الذاتي، وكيفية الاستفادة من الأخطاء، وكيفية تجديد الخطاب السوري، وكيفية المحاولة الأكثر لمعرفة قضايا الشارع السوداني الحقيقية. المسألة السؤال الثاني هو الاستفسار الثاني كان للأخ أستاذ ناظم إبراهيم. طبعا فعلا يعني زي ما قلت ناظم، السودانيين نحن الشعب محب للديمقراطية، لكن أنا قلت الحب ده مرات من الحب ما قتل. يعني أنا حدثت في الندوة في إنه يعني نحن نحسن صناعة الثورات، ولكن أخشى أن يقال عننا نحسن صناعة الثورات ولا نحسن الحفاظ عليها. يعني أنا بتصور بأنه الجيل الجديد الحالي الشباب صنع الثورة دي، الثورة دي صنع الشباب بأمانة، يعني الثورة دي صناعة شبابية بحتة. يعني ما بقلل من شأن الآخرين، لكن كلنا نعلم أنها صناعة شبابية يعني. ولجيل جديد وجيل مختلف حتى في السلوكيات، وكشفت لنا أشياء كثيرة جدا. وعشان كده لا خوف على مسألة الاستمرارية التناسلية في المجتمع السوداني، لأنه هذا الشباب هو الذي سيقود المرحلة القادمة شئنا ولا أبينا. والحقيقة الجيل الذي ملأ الساحة زعيقا أنا أعتقد أنه آيل الانغراط بحكم الحتمية الإنسانية المعروفة يعني التاريخية، لكن الشباب يظل هم عماد الحياة السودانية، ولا بد من القضايا. يعني نحن لسه في مرحلة بتاعت حوار، لا بد من إنه يعني تجديد الخطاب الشبابي، تجديد الخطاب والتواصل مع الشباب، حتى إنه نستطيع الوصول إلى قواسم مشتركة بيننا وبينه. لأنه فعلا بيصبح حسد كأنما الموضوع فيه كأنما الحوار حوار قرشان. وصحيح يا ناظم يعني نحن واحدة من المآسي بتاعتنا يعني في سلوكياتنا شعب محب للديمقراطية، لكن بنعدم في تدعدم فينا روح الحوار. ده نوع برضو من أنواع النقد الذاتي، ما بضرنا شيء يعني، ما تقليل من شأننا، لكن أعتقد بأنه وضع الأصبع الجرح النازف
بيساعد في التطبيب يعني. فالحوار الحوار ما دوم، وبعدين الحوار دائما ما يتخذ الصورة اللي بسميها صورة الحلقومية يعني. يكون البعض بيظن إنه كل ما على صوته كل ما كان هو يعني كلمته مسموعة وكده. فدي يعني واحدة من أمراضنا أعتقد نحن البناء المارسة نحن، لكن الشباب اللي تكلمت عنه هسه ما بتصور بأنه هيمضي في نفس الطريق وفي نفس السبيل. فدي نقطة. الأخ الصديق نصر الدين هجام، شكرا لك يا أخي. وأنا فعلا جاي عليكم وعازم نفسي عندك يعني، وبكون سعيد جدا إنه أقابلك وأقابل الأصدقاء يعني في فرجينيا. وأنت رجل معتب يعني زي ما بنعرف يعني، و تساؤلك عن المصادر لما أنا مشيت السودان يعني، أنا ما عايز أحول الموضوع أكثر مما يجب يعني، لكن البعض من الأصدقاء بيعرفوا بأنه أنا لو مشيت السودان عشت مرحلتين. مرحلة قعدت كانت فترة يعني تقريبا عدة شهور، ثلاثة شهور ولا شوية، ثلاثة شهور شوية. نصها كان قبل الانقلاب ونصها الثاني بعد الانقلاب. والحقيقة بكل أمانة أنا بتغزل يعني دائما في إنه النص اللي قبل الانقلاب يعني لا أستطيع مهما بالغت ومهما وصلت يعني درجة من القدرات الكتابية أو الوصفية، لا أستطيع أن أوصف شعوري لأول مرة وأنا بعيش يعني ماشي في شوارع البلد بقدلة يعني، وشاعر يعني بطمأنينة عجيبة جدا، وشعرت بالمعنى الحقيقي للحرية. وكنت عايش في منتهى النعيم يعني. الندوة اللي أنا ذكرتها في بداية حديثي في الندوة اللي أقيمتها في نقابة المحامين عن الدولة والثورة يعني، كانت بالنسبة لي لحظة وجدانية أكثر من إنها سياسية. فشاء الله إنه يحصل الانقلاب وينقلب كل المشاعر اللي قلتها تنقلب للنقيض تماما. يعني حصل الانقلاب وأنا موجود هنا في السودان، ويعني ما عايز أحول الموضوع كما قلت، لكن كانت فرصة كبيرة جدا للمتربصين اللي تتحدث عنهم، قابلتهم وقابلتهم في من قابلته شفاهة وفي من قابلته الصدفة وفي من أما الأصدقاء الآخرين يعني بدوني بمعلومات قابلتهم طبعا، لكن أعتقد تعرضت لهم إحنا يعني تجاوزناها. الشعب العظيم ده يعني ممكن يعمل على حمايتك متى ما شعر بأنه ده واجبه يعني. فده اللي أقدر أقوله لك، ومتشوق إنه أصلكم. كان مفترض إنه الندوة دي كانت تكون عندكم أنتم هناك أول، لكن لظروف وردتها أنا، وخاصة بتلبية لرغبة الجالية في مينيسوتا وعلى رأسها الأخت السيدة سناء نورسي. لكن إن شاء الله جاي عليكم قريبا ونلتقي ونتحدث أكثر حول الطوطم والعنكبوت وغيرهم، وربما يكون في شيء آخر يعني. طيب الأخ العزيز أسامة مصطفى، شكرا جزيلا يعني. وأنا حقيقة يعني بغمتك يا أسامة في إنك ناشط حقيقي يعني، أينما وليت وجهك في الجروبات دي بتكون أنت موجود يعني. يعني أعتقد بأنه شأنك شأن غيرك مهمومين كلنا بهذه القضية اللي بتطير النوم من العين يعني. فالحديث حول الإسقاط والإنهاء حديث برضو شجون يعني،
ومن الصعب جدا انه الحديث حولهما يعني في نهاية الندوة، لأنه بيحتاجوا لتوضيح كامل يعني. عشان كده أنا ما حطه في الندوة، ما حطه في النقطة دي، لكن يعني ما 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 عندي قطيعة يعني معين من الرأيين، لأنه بحاول أصل قواسم مشتركة أكثر من الانحياز الطبيعي. أنا بتصور بأنه زي ما ذكرت في الندوة، واحدة من تعقيد الخطاب السياسي والواقع السياسي بتاعنا اللي هو انعدام الثقة. فانعدام الثقة دائما يعني زي ما قال ناظم، دائما في نظرة مسبقة بتحيط بالشخص المعين أو قبل ما يبدي رأيه. ويعني دي واحدة من أمراض الديكتاتورية اللي أنا ذكرتها. لكن ليك ولنصر الدين ولناظم وحتى لدكتور خلف الله، ذكرت تحدثت عن موضوع الديمقراطية ومحاولة معايشتها في الواقع السوداني. وأنا عندي قصة يعني دائما لا أميل ترديدة، لأنها هي تمثل واحدة من قناعاتي في مسألة الديمقراطية بالذات، تمثل واحدة من قناعاتي، وقدر ما أنا أحكيها بحيث بأنه ما أوفيت حقها، وهي قصة عادية جدا لكن بتمثل يعني حلول جذرية لكيفية يعني كيفية تثبيت أركان الديمقراطية في الواقع السوداني أن إحنا عاشقين له وعاشقين الديمقراطية نفسها. القصة كانت قبل سنوات طويلة لما كنت في أسمرة، كنت بالليل خالص منتصف الليل يعني بسمع في أمدرمان إذاعة أمدرمان، فكان جاء لغاء مع الكاشي، لغاء في برنامج اسمه من الأمس، بيجيبوا مواد وزيعت قبل كده وبيبس بعيده بس. فاللغاء مع الكاشي ده كان سنة 59 في الإذاعة نفسها يعني. فأعادوا الوقت ده، والمذيع سأل الكاشي قال له يا أستاذ كيف كيف نطور الغنى السوداني. الكاشف الرجل العظيم ده البعض بيتجنى وبيصف بالأمية، قال إجابة أنا أعتقد بأنها ما كانت إجابة عادية بقدر ما هي حلول لقضية شعبي كامل وقضية الديمقراطية في الواقع السوداني. فالكاشف قال له السؤال ده بس بالسيد دائما، والإجابة عليه بسيطة جدا، إنه الموسيقى دي عشان نطور الغنى السوداني، إنه الموسيقى دي نفرضها في المدارس الابتدائية اللي هي زمان اسمها الأولية. فقال له لما نفرض الموسيقى في المدارس الأولية، الطالب الأذن موسيقية موهبته بتصغر، الطالب اللي عنده موهبة موسيقية موهبته بتصغر، والطالب الأذن موسيقية المحب يعني للموسيقى، الطالب اللي عنده موهبة موهبته بتتصغر، والأذن الموسيقية بتصبح أكثر تهذيبا وتجديبا. يعني أنا عجبت جدا بالإجابة دي، لأنه نحن الديمقراطية دي لو عايزينها تعشعش في الواقع السوداني وعايزينها يعني ترتكز في الواقع السوداني وتتأثر في الواقع السوداني، لا بد من فرضها في المدارس الابتدائية، لا بد من فرض. يعني احنا عندنا نقص المناعة، بسميه نقص المناعة، نقص المناعة الوطني عن بعضنا يعني. لكن انت بتضمن جيل معافى اذا انك انت دخلت المنهج الديمقراطية والمنهج التربوي ده. الديمقراطية بقت نوع من أنواع التربية. تتصور بأنه الليلة لو عملت العملية دي الليلة في المدرسة الأولية حنجنيها بعد 20 سنة، بعد 20 سنة حيطلع لك جيل معافى تماما يعني.
بس حبيت أنا أذكر الواقعة دي دائما أنا يعني كثير الإعجاب بها، وبتصور إن هي فعلا حل جذري لكثير من المعاناة والقضايا اللي إحنا بنعاني منها. أشكر الأستاذ فتحي الضوء على هذه الإجابات الضافية، وكما أسلفت أنه المنظمين تعين الندوة أشاروا لي أنه تنتهي عند الساعة يعني قبل 6 دقائق، ويعز علي جدا أنه تكون اليد بتاعت الأستاذ الناشط والسياسي عمر عبد الساوي الصديق مرفوعة، لكن الندوة يعني الزمن يعني مفروض يلتزم بالزمن، وإن شاء الله فتحي متاح في ندوات كثيرة في واشنطن دي سي وفي كل المناطق. قبل أن أختتم الندوة يجب أن أنوه إنه أنا كنت يعني توضح لنا الوضع السياسي والكلام اللي بتكلم عنه فتحي طيلة الأسبوع الماضي، كنا بنحاول نعمل في الصحيفة في بانوراما للعام المنصرم، فكان في يعني كانت الحصيلة بتاعته تضخم وزيادة في الأسعار فاقت 300% مع شح في القوة الشرائية ومكسر للمواطن السوداني، كانت على سبيل الناحية الأمنية تهريب وارتفاع في جرائم في معدلات الجرائم أكثر من 700%، وكان حصيلة القتلى في المظاهرات وفي العمل الجماهيري أكثر من 120 المعروفين المرصودين من اللجنة بتاعت الأطباء المركزية، و6700 جريح بينهم من أصبح معاق إعاقة كاملة. وعلى المستوى السياسي تشرذم في القوى السياسية وعدم انعدام الرؤى لقدام يعني المستقبلية، وعلى الصعيد الاجتماعي كان هناك تهتك كبير في النسيج الاجتماعي، نزحوا أكثر من حوالي 300,000 وماتوا حوالي 1,000 في صراعات قبلية. هذا الواقع أن نحن بنعيش فيه، ونشكر أستاذ فتح الضوء ونتفق معه أن النقطة المضيئة إنه إرادتنا ما زالت مستمرة والثورة ما زالت مستمرة، لم تمت ولم تمت جزوة الوعي ولا جزوة الإرادة فينا. وأشكر جزيلا أستاذي يعني وزميلي وصديقي الأستاذ فتحي الضوء، هذا الرجل الذي يعني بذل كل جهده وكل وقته للتوثيق، وبذل ونذر روحه في كل أرجاء العالم للتنوير والوعي ثم الوعي ثم الوعي. أشكر جميع الحضور وأشكر جميع الإخوة هنا في مينيسوتا وضيوفنا الكرام على رأسهم أستاذ فتحي الضوء، وأديه الفرصة الأخيرة لختم الندوة، وأنوه لأنه الندوة الجاية حتكون يوم 14 فيها أستاذ ويدي 14 يناير 23 فيها الأستاذ ويدي صالح عن الاتفاق الإطاري، وأيضا أنوه أن كتاب الطوطم موجود هنا في مينيسوتا، ومن يود اقتناءه عليه الاتصال باللجنة المنظمة لهذه الأنشطة في الجالية السودانية بمينيسوتا بقيادة الأخت سناء. وأشكر المنظمين الأستاذ سناء على رأس الأستاذ سناء مرسي وجميع التيم الموجود في مينيسوتا، وسعيد إنه أقدم هذه الندوة الناجحة والندوة التي أضاءت علينا كثيرا من الخفايا.
استاذ فتحي الضوء نديك فرصة لهم. شكرا شكرا شكرا. أنا قبل ما أبدا بالشكر يعني أنا بس عايز أقول للأخ أسامة خلف الله سؤالك عن الصحافة في الحسبان، يعني أنا ما تعرضت له لكن في الحسبان. طيب الحقيقة أنا أشكركم يعني شكر جزيل، أبدأ بصديقي العزيز منتصر وتقديمك الرائع لهذه الندوة، وأعتقد بأنه يعني أوفيت حقها وجعلت لها رونق يعني. والحضور البهي يعني أيضا الشكر لهم سواء كان الذين تحدثوا أو الذين الواو المستمعين، يعني أشكركم شكر جديد، وأعتقد أنه صبرتوا على القعدة الطويلة دي، وده دليل كافي لعشقنا وحبنا للديمقراطية والتصاقنا بقضايا الوطن، وإنها واحدة من همومنا التي دونها الموج المقل يعني. وأشكر جالية في مينيسوتا ممثلة في الأخوة الأستاذة سناء مرسي، وأنا دائما قلت بيل هي التي جعلت هذا اللقاء ممكنا يعني. وإن شاء الله نلتقي في ندوات أخرى ونتشاور في القضية المؤرقان جميعا. وأنا دائما يعني حتى مع النقد اللي يمكن يكون لازع أحيانا في وسط القوى السياسية، لكن كثير التفاؤل بأنه غدا أجمل، والحمد لله أنه متمسك بالعبارة الأزلية في ختام مقالاتي: لا بد من المحاسبة والديمقراطية وإن طال السفر. وطبعا الحضور دائما يعني في أذهاننا للشهداء العظام والتحية لهم في عليائهم، كذلك تحية للجرحى حتى يعودوا لأحضان أحضاننا مرة أخرى، والتحية لكل من يبذل جهدا وطنيا مخلصا في هذه الثورة. وأشكركم، وأنا سعيد جدا بهذه الندوة التي تأتي بعد طول غياب، يعني أنا وقفت من الندوات فترة طويلة نتيجة لانغماسي في تأليف هذا الكتاب، وعشان كده ده أول استهلال لي، واستهلال طيب جدا بعتبره، وسأعتبره سعادة لا توصف. أشكركم شكرا جزيلا، وشكرا مرة تانية للأخ منتصر عبد الماجد. شكرا جزيلا للجميع، والتحية لنضال الشعب السوداني، والتحية لكل الشهداء والمبغودين والمصابين ولأسر الشهداء، وإلى الأمام دائما إلى انتصار الشعب السوداني في معركة. شكرا لك يا منتصر، وشكرا لأخوتنا سناء مرسي، وشكرا لأستاذنا العظيم والعظيم الله فتحي الضوء. وأشكر كل طبعا نحن ناس العاصمة المثلثة فيرجينيا واشنطن دي سي، اللي هي برضو مقابل ناس الخرطوم ومدرمان. بالمناسبة أنا عندي ريسيرش، بالمناسبة المنطقة بتاعت واشنطن دي